السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم ترحيب. يا مرحبا يا خالد، مسي عليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة اللي راح نتناول فيها حملة كلنا غزة اللي تواصلها مؤسسة الشيخ عيد الخيرية من أجل تقديم الإغاثة العاجلة لأشقائنا في قطاع غزة. نعم، وأيضا بكلنا وقفة مع الرياضة البحرية الشيقة وأحد أبطالها الواعدين في الدولة إلى جانب محطتنا اليومية مع فقرة السياحة من استوديو أرض المعارض ضمن فعاليات مهرجان صيف قطر. نعم مشاهدين الكرام، في البداية نبقى مع المخيم الصيفي المهني اللي نظمه معرض قطر المهني والهادف إلى مساعدة طلاب المرحلة الثانوية على اتخاذ قراراتهم وتحديد مستقبلهم المهني. التفاصيل في هذا التقرير نتابع. ينظم معرض قطر المهني للعام الثاني على التوالي المخيم المهني الصيفي بمشاركة 100 طالب قطري من طلاب المرحلة الثانوية، ويهدف المخيم إلى توفير تجربة تحفيزية وتثقيفية لهذه الشريحة من الطلاب، حيث ستتم مساعدتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بخياراتهم التعليمية والمهنية، كما ستوفر لهم الخبرات والمهارات ذات الصلة. برنامج مدته تقريبا اسبوعين، عندنا حوالي 80 شاب وشابه مشتركين معنا من خرطين. هو عباره عن ورش وعباره عن مجموعه من الفعاليات يمارسونها الشباب بانفسهم، بحيث ان تساعدهم على استكشاف انفسهم واكتشاف مواهبهم، وايضا تساعدهم على اختيار خلينا نقول مجال مهنتهم او مجال تخصصهم اللي ممكن ان شاء الله تعالى يكون هو مهنتهم في المستقبل، من خلال مجموعه من الادوات سواء كانت من خلال الورش او حتى من خلال الزيارات الميدانيه لمؤسسات الدوله المختلفة اللي بيقومون بيمارسون بأنشطة وفعاليات داخل المؤسسات، ليس فقط زيارات ميدانية، وإنما هم سيقومون بأداء أعمال ومهام داخل المؤسسات هذه. أنا يعني سمعت عن المخيم المهني الصيفي عن طريق أحدى وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا بتأييد وإصرار من الوالد والوالدة على أني أشترك في أماكن مثل هذه، بحيث أني أكون جاهز لأني أختار التخصص المثالي اللي يناسب ميولي الشخصي. في نهاية المخيم عادة نحن نقوم بعمل معرض مصغر بأهم المنتجات والمشاريع اللي هم أنتجوها خلال فترة الأسبوعين، وبعد ذلك على أساس أن تساعدهم فعلا أن يبتدون يتعرفون على ما لديهم من مواهب وزيادته وصقلها بإذن الله تعالى. وتستمر فعاليات المخيم المهني حتى الرابع من سبتمبر المقبل في نادي الشقب في المدينة التعليمية، ويقدم المعرض للطلاب المشاركين فرصة التعرف على سوق العمل عن كثب، كما سيتم خلاله منح شهادات لمن يكملون البرنامج بنجاح. شفنا التقرير مشاهدينا الكرام، احنا نشكر القائمين على المخيم الصيفي المهني. طبعا صباح هذا يساعد الطلاب الثانويه على تحديد توجههم. هذا يمكن اكبر او اهم محطه في حياه كل انسان. صحيح. الثانويه وين يتوجه تخصصه في الجامعه، فهذا يعني نتمنى ان شاء الله لهم التوفيق باذن الله. صحيح. ويكونون هم ذخر للمستقبل باذن الله ولقطر. الله يوفقهم ان شاء الله. وذكر ايضا عبد الله منصوري المدير التنفيذي لمعرض قطر المهني ان هذا المعرض أو المخيم فيه العديد من الدورات ورش العمل اللي في النهاية تساعد على يعني اتخاذ القرار الصحيح لكل شخص، لأن خالد كل واحد له تخصص مختلف. نعم. عن الثاني. نتمنى نعم. التوفيق إن شاء الله. يكتشفوا ميولهم وإحنا نشد على يدهم. صحيح. ونشكرهم ونتمنى التوفيق لطلابنا وعيالنا. نعم. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الشأن الخيري، حيث تواصل مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تنفيذ حملة كلنا غزة واللي تهدف لإقامة مشاريع إغاثية عاجلة وتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة ومساعدة
الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي. للحديث عن حملة كلنا غزة ودعم مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، معنا في الاستديو السيد عبد العزيز حاجي مدير فرع الوكرة بمؤسسة الشيخ عيد الخيرية. في البداية مسي عليك بالخير سيد عبد العزيز، نرحب فيك بالنور والسرور أساتذنا. الله يحييك استاذنا، شيء انت الاستاذ، انت قبل استاذ عبد العزيز كنت واحد من المشرفين قبل. نعم صحيح، ما ابي انا اكبر فيك. كبرت انت. كان مشرف عندي مركز، كان مشرف عليه في مركز الفرقان ما شاء الله، بس ما يبين عليه ما شاء الله. لا شباب شباب الله يحفظك، الله يحفظكم ويبارك. بس في البدايه لو تكلمنا عن يعني متى تم اطلاق هذه الحمله، وكم قافله اغاثيه بتسيرونها يعني في اطار هذه الحمله؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله ثم بعد، في البدايه اشكر لكم صراحه على اتاحه الفرصه لي للحديث عن جزء يسير عما تقدمه مؤسسه الشيخ عيد لاهلنا في غزه. اولا كما تعلمون سارعت مؤسسه الشيخ عيد الخيريه منذ بدء العدوان كاول مؤسسه خيريه عربيه لتقديم المساعدات الاغاثيه لاهلنا المتضررين والمنكوبين في جميع محافظات غزه. ولله الحمد يعني قدمت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان الإسرائيلي ما يقارب 11 مليون ريال قطري، هي تشمل المساعدات الإغاثية العاجلة سواء الغذائية والطبية، ثم تواصلت أيضا الإغاثات والمساعدات حتى وصلت إلى 20 مليون ريال ما شاء الله. وهذه تشمل هذه جزء من الصور اللي نعم هذه جزء من الصور اللي يشوفونها، هذه تقريبا في اول مع بدايه العدوان هذه نعم المشاريع اللي يشوفونها. طبعا تعهدت عيد الخيريه ضمن خطتها لدعم اهلنا في غزه بتقديم 100 مليون ريال منها 30 مليون كمرحلة أولى ولتوفير نفس ما تعرفون يعني أكيد الحالة طارئة، فالثلاثين مليون خصصنا لتوفير الإغاثات المستعجلة، هي تشمل تقريبا ثلاث أمور رئيسية منها غذائية منها طبية ومنها مراكز الإيواء. ممتاز. نعم. ممتاز. عبد العزيز لو تحدثنا عن يعني عن تجاوب الناس معاكم، تجاوب هالقطار وأيضا المقيمين الموجودين عندنا في قطر، كيف كان هذا التجاوب وأيضا كم بلغت حجم التبرعات؟ ولله الحمد هناك تجاوب كبير. كما تعلمون أهل قطر من المواطنين والمقيمين يعني لديهم اهتمام كبير وبالغ لأوضاع أهلنا في غزة. الحمد لله، والدليل على يعني أن الحملة لاقت نجاح كبير، وصلنا إلى 20 مليون في فترة وجيزة فقط الحمد لله، والتارجت لنا مثل ما يقولون 100 مليون ما شاء الله. إن شاء الله أنكم توصلون إن شاء الله. آمين إن شاء الله بإذن الله. بسعود يمكن يعني أكيد في مثل هذه إحنا نسميها الفزعة، صحيح يعني هالقطر فزعوا لإخوانهم في غزة، وما لنا لا منا ولا فضل في هذا الشيء، هم إخواننا يبقون إخواننا في النهاية. وأكيد في ملامح أو لقطات إنسانية شفتوها أنتم من خلال جمع التبرعات هذه من أهلنا في قطر، طبعا لو تذكر لنا شيء منها. ان شاء الله. طبعا الوقت لا يسعني اذكر كل الملامح اللي صادفناها، ولكن وجدنا صراحه مشاعر انسانيه لدى اهل قطر من مقيمين ومواطنين، وجدنا روح التكافل والنصره لاهلنا في غزه. صحيح. وجدنا سرعه التجاوب، وهذا يعني واجب يعني طبعا بمعنى. هذا واجب. احنا يعني انا اذكر لكم مثال، قلنا نعمل فيديو برومو مثل ما يقولون قصير نحطه في وسائل الاعلاميه الموجوده، دعينا كثير من الاعلاميين مجرد الاتصال على طول بادروا وجاوا فعلا وقالوا هذا واجب اصلا علينا بدون ما تبلغونا يعني. فهذا دليل فقط على فعلا تجاوب اهل قطر لدعم اهلنا في غزه. نعم. يمكن لو تحدثنا عن التعاون بينكم بين الجمعيات الاخرى لتنسيق جهودكم، خاصه في هذه الفتره يمكن المؤسسات الخيريه والجمعيات الخيريه بحاجه للتنسيق بينها وبين البعض. لسد حاجيات يعني الاخوان في قطاع غزه. اولا كما تعلم ان التعاون الموجود بين الجمعيات الخيريه القطريه موجود منذ سنوات طويله. الحمد لله. الحمد لله دائما نوجد التعاون هذا، بل يعني رؤساء الجمعيات هم اللي يبادرون بالتعاون. وجدنا تجاوب كبير بين الجمعيات الخيرية. طبعا عندنا تعاون لا شك في مشاريعنا في غزة. حاليا قاعد نجهز قوافل وقوافل إغاثية غالبا تكون مشتركة بين الجمعيات الخيرية. احنا ايضا في صدد ان شاء الله يعني طرح
بعض المبادرات القادمة في الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إحنا إن شاء الله بنتكلم عنها، لكن لو بنت لو يعني من خلال يعني رؤيتكم للواقع على أرض الواقع من إخواننا أو حال إخواننا في غزة، إيش أفضل الأشياء اللي ممكن تبرعون بها هالقطر لإخوانهم في غزة؟ ونوصف حالهم، إيش أهم احتياجات هالغزة؟ نعم طبعا نفس ما ذكرنا يمكن في او نفس ما ذكرت في بدايه حديثي، هناك عده مشاريع احنا نركز عليها بالذات في الفتره الحاليه. صحيح. اللي هي ثلاث مشاريع رئيسيه: مشاريع الغذاء، وهي تشمل توفير السلال الغذائيه والوجبات الجاهزه. امر ثاني مشاريع الصحه، وهي توفير الادويه والمستلزمات الطبيه لعلاج الجرحى والمرضى كذلك. الامر الثالث او المشروع الثالث اللي احنا ايضا يعني مهتمين فيه ايضا وقاعدين نسوقه، اللي هي مشاريع الإيواء. تدري كثير من أهلنا في غزة فقاعدين شغالين على مشاريع تأجير البيوت اللي خارجة من مناطق يعني هل مثلا ما يصير تعملون مثلا خلينا نقول مخيمات أو طبعا المشاريع هذه موجوده، ولكن يعني تدري في الوقت الحالي مع وجود القصف نعم صعب احنا يعني نكون متواجدين حاليا. نعم. ولكن عندنا جمعيات خيريه هي شركاء محليين موجودين هناك. نعم. هم اللي قاعدين ينفذون مشاريعنا الموجوده. واحنا احنا بدورنا يعني استاذ عبد العزيز نوجه الدعوة لكل من يشاهد برنامج ترحيب أن يمد يد العون لإخواننا في قطاع غزة. الآن هم يمكن يتعرضون للعدوان، وإحنا نعيش في وضع ولله الحمد بأمن وأمان ولله الحمد، وعندنا يمكن كل شيء، لكن هم يفتقدون لأبسط أمور الحياة. إحنا ندعوكم للتبرع لإخواننا في قطاع غزة، لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية وكل الجمعيات الخيرية الموجودة عندنا في قطر، هي فاتحة أبوابها الآن. يمكن أبو سعود، خططكم الآن المستقبلية لدعم قطاع غزة، خاصة يعني ما بعد العدوان راح تبدأ مرحلة الإعمار أكيد. صحيح بالضبط، كلامك صحيح. هدفنا بعد يعني وقف العدوان الموجود ووقف الحرب مثل ما يقولون، أول شيء راح نسويه مشروع إعادة إعمار غزة. راح نركز على عدة مشاريع، المشاريع اللي ذكرناها في السابق، بالإضافة إلى مشاريع اللي نقدر نقول مشاريع يعني نقدر نقول مصادر الدخل، مدرة للدخل. نعم. مدرة للدخل، وهذه راح نحاول نركز عليها. أيضا مشاريع التنموية راح نركز عليها، من مدارس، من أراضي، استصلاح أراضي زراعية على سبيل المثال، بالإضافة إلى المشاريع الموجودة. نعم صلى الله يوفقكم إن شاء الله. بس لو نتكلم عن طريقة التنسيق يعني بينكم وبين باقي الجمعيات الخيرية، وكيف التنفيذ هناك في أرض غزة، لو تطلعنا على الآلية، هل التنسيق يتم من قطر ولا في مكتب هناك في غزة؟ نعم. حاليا نفس ما قلت لك، كل جمعية خيرية لديها مثل ما يقولون شريك محلي متواجد في غزة. نعم. هو اللي ينفذ مشاريع المؤسسة الخيرية. حلو. في تعاون كبير موجود وصار في السابق كذلك بين الجمعيات الخيرية الموجودة، عيد الخيرية على راف، على قطر خيرية، على الهلال الأحمر. قطر خيرية عندهم مكتب كبير هناك. أتذكر في مشاريع سابقة تم التعاون مع مكتب قطر خيرية، بالإضافة إلى الجمعيات المحلية الموجودة هناك. وهذا التعاون يعني اللي احنا يعني نشيد فيه، انه يعني ان كان شراكات تكون بينكم وبين الجمعيات. طبعا الأخرى. التعاون ما يشترط وجود حملة مشتركة بين الجمعيات الخيرية. بالعكس. يعني مشاريع. نعم مشاريع ممكن يكون التعاون في أرض الواقع. ويمكن الأهم يمكن توزيع المهام، يعني بالضبط. إن الجمعية الفلانية تركز على شيء معين. نعم. الجمعية الثانية تركز على شيء ثاني. بخصوص توزيع المهام، نعم صار يعني أكثر أو جلسنا أكثر من مرة مع الجمعيات الخيرية، بحيث أن إحنا نشوف إيش إحنا نمسك وإيش أنتوا تمسكونه. إحنا راح على سبيل المثال، إحنا راح نعتني بمشاريع المدارس مثلاً، أنتوا اعتنوا بالمراكز الطبية، أنتوا اعتنوا بالطرق مثلاً، بالمساجد، بكفالة الأسر على سبيل المثال. هذا يعني هذه خططنا دائماً. جميل. في أغلب المشاريع. جميل. الله أن يوفقكم إن شاء الله، يكتب أجركم جميع إن شاء الله. في النهاية قبل أن نختم معك، ودنا توجه كلمة أو رسالة توجهها لمن يتابع برنامج ترحيب، تحثها على التبرع وأيضا على بذل يعني البذل والعطاء لإخواننا في غزة. نعم، ندعو أهل قطر من مواطنين ومقيمين، وذلك من منطلق الواجب الديني والأخوة الإسلامية، اللي تحثنا
طبعا احنا كمسلمين لمساعدة اخواننا الموجودين في غزة. هذا اولا. ثانيا ندعوهم ايضا لحضور فعاليات اللي راح ان شاء الله تصاحب عندنا ان شاء الله الخميس والجمعة والسبت القادمين. شنو الفعاليات عندنا؟ نعم عندنا فعالية بعنوان غزة حنا لها، هي تحت أو ضمن حملة كلنا غزة. نعم لو تكلمنا بشكل سريع عن فعالية. نعم نعم الفعالية هذه راح تكون إن شاء الله الجمعة الخميس والجمعة والسبت 3 أيام. راح تبث تقدر تقول على قنوات المحلية الموجودة في قطر. نهدف من خلالها استقطاب عدد أكثر عدد من المتبرعين. راح إن شاء الله خلال الفعالية هذه 3 أيام راح نطرح كل المشاريع الموجودة في غزة بحيث نشوف تنافس، نبي نشوف تنافس بين 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 أهل قطر سواء مقيمين ومواطنين. أيضا راح تكون عندنا فعالية في إزدان مول ايضا عن غزه بضيافه الشيخ، او راح نستضيف الشيخ علي بادحتح من السعوديه والشاعر الكويتي المعروف احمد الكندري ايضا. فعاليه راح تكون، نعم الفعاليه راح تكون يوم الجمعه. ودنا ايضا الجمهور يجي يعرف حال غزه، اخواننا في غزه، الاوضاع الى متى احنا نصبر، الى متى احنا ندعم اهلنا في غزه، حتى نشجع ايضا الحمله هذه راح تكون في إزدان مول. لا الحملة راح تكون، نعم نعم راح تكون في مؤسسة الشيخ عيد، بيكون نقل مباشر في 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 الفرع الرئيسي. نعم. بالإضافة إلى فلاجيو واللاند مارك، هاي راح تكون مواقع متنقلة. عندنا ثلاث مواقع. نعم. ثلاث أيام. نعم. يعني المواقع اللي في إزدان مول واللي في فلاجيو ثابتين 3 أيام بالإضافة. نعم. إلى كلام سنة، بالإضافة إلى استديو مؤسسة الشيخ عيد أو مقر مؤسسة الشيخ عيد راح يكون البث من خلاله. راح نستضيف مشايخ أيضا محليين وخارجيين في مؤسسة الشيخ عيد في الاستديو إن صح التعبير. فعالية إزدان أو المحاضرة هذه راح تكون تقدر تقول أيضا جانبية من ضمن الفعاليات اللي راح نقدمها إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم، وإحنا بدورنا نحث أهلنا في قطر على المساعدة والبذل. وهذه يعني مثل ما ذكرت واجب. نعم واجب علينا، ولازم إن شاء الله إن إحنا نكون مع أخواننا في غزة بإذن الله إن شاء الله. والله يوفقكم في هذا. وأنتم شريك أساسي معنا كقنوات تلفزيونية، شريك يعني لا شك إحنا ما راح نقوم بأي مشروع إلا من خلال وجودكم معنا. وإحنا منكم ولكم وحاضرين لكم. الله يحفظكم. الله يوفقكم. في نهاية الأمر نشكر السيد عبد العزيز حاجة مدير فرع الوكرة بمؤسسة الشيخ عيد الخيرية، شكرا على حضوركم، ونسأل الله أن يكتب أجركم إن شاء الله. آمين. شاكر لكم، شارك لكم. الله يوفقكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها نواصل فقرات ترحيب، خليكم معنا.